وطني تاريخي باستحقاق اكتر منه سياسي. هذه الحشود الموجودة في الشارع واللي بتعبر بفرحة بمنتهى التلقائية بعد تصويتها في الاستفتاء على دستور بلادها الجديد وخير دليل على هذه الروح الوطنية التاريخية اللي بيعبر عنها المصريين بتلقائيتهم المعتادة. رغم بداية اليوم بحادث مؤسف ومحاولة لإثارة الرعب والإرهاب بانفجار العبوة في مسافة في إمبابة، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على عزم المصريين، لم يؤثر على حرصهم على التواجد في اللجان الانتخابية. بالأمس نسبة إقبال اتضحت رغم عدم يعني اتضاح العدد التقريبي حتى الآن، إلا أن الصورة تعبر عن نفسها في لجان كثيرة. والنهاردة في اليوم الثاني منتظرين نسب إقبال أكبر، والمحور اللي بنتكلم فيه ونحن معنيين به في النقاش في هذه الفترة الإخبارية تحديدا هو دور الإرهاب في هذا الاستفتاء، دور التنظيم الإرهابي الدولي في التأثير على هذا الاستفتاء. أولا مدى نجاح ذلك، يعني أكيد الإجابة أنه لا بكل تأكيد، والشوارع والحالة الأمنية في مصر بتجيب على ذلك، لكن تأثير مخططات التنظيم الإرهابي الدولي على المدى الطويل إن لم تؤثر في الاستفتاء كيف ستؤثر على مسار خارطة المستقبل؟ ده أمر بالتأكيد نحن معنيين بتعرف على تفاصيل، وهذه التفاصيل يعني لدى ضيفنا دكتور رفعت السيد أحمد المحلل السياسي ومدير مركز يافا للدراسات والأبحاث. مساء الخير يا دكتور رفعت. الحقيقة بقول التفاصيل معاك لأن حضرتك كنت معني بهذا الأمر وترجمته وبلورته في عدد من الدراسات التي تتحدث عن تحركات التنظيم الإرهابي الدولي. شايف انعكاسه على الاستفتاء، كان في مخطط لتخريب هذا الاستفتاء لعدم تمرير هذا الدستور، الشعب المصري كان ليه كلمته قدام ده، لكن الانعكاس بشكل عام كيف ترى؟ هو قول واحد أظنهم فشلوا في جعل هذه الخطوة الأولى في خارطة المستقبل ضعيفة أو فاشلة. أظن أن المخطط الذي كانت تعده ليس في حسب جماعة الإخوان ولا تنظيمها الدولي، كثير من الأطراف والأجهزة الإقليمية والدولية، وهنا نضع أيدينا مباشرة عليها سواء الأمريكية أو الإسرائيلية أو القطرية وبعض الخليجية، كانت تستهدف تعطيل هذا المسار لإثبات أن ما جرى بين قوسين انقلاب وليس ثورة شعبية انحاز إليها الجيش المصري، لتصحيح مسار خاطئ كان يخطف الدولة والثورة معا. هؤلاء مجتمعين وكل بآلياته وأدواته كان يريد تعطيل الخطوة الأولى في خارطة المستقبل. لو خدنا كل واحد على حدة هنكتشف أسرار كثيرة، بعضها نشر وبعضها الآخر لم ينشر بعد ولم يزع بعد، بعضها ما زال في طور أيضا التنفيذ، لكن الجزء الأكبر منه كان يركز على أن لابد من إفشال هذه الخطوة. كون الشعب المصري خرج بهذه التلقائية وبهذه القوة وبهذا الحضور وبهذا الفرح في المرحلة الأولى، فهو رد مباشرة على المخطط بأنك كمخطط فاشل، أو أننا راغبون بشكل حقيقي في إفشال هذا المخطط. كان في رغبة في إحداث تفجيرات في بعض أو كثير من اللجان المركزية الرئيسية لخلق حالة من الرعب وخلق حالة من الردع تحول دون نزول الناس وتحركهم. ده كان واضح في التوقيت حادثة جبل امبارح، يعني وسبب طبعا نتيجة الاستعداد الجيد الأمني الجيد سواء الجيش أو الشرطة أو الناس نفسهم، يعني الذين نزلوا بهذه الكثافة وبهذا الحضور هم في داخلهم يهزمون الخوف، يعني هذا أهم عامل مش بس الاستعداد الجيش، فكان في نية إلى إحداث مطمئنين الاستعداد الأمني، يعني ده جانب آخر من التعبير عن الثقة إنه أمن البلد قادر على حمايتهم. شوفي الإخوان أضاعوا
ومعهم بعض طائرات ما يسمى بالإسلام السياسي فرصة تاريخية لأن يتعاملوا مع المجتمع المصري بطبيعية فيبقوا فترة طويلة ويحتضنهم ويستمر معهم. نعم. تعاملوا معهم في تجربتهم خلال الثلاث سنوات بمفهوم الغنيمة. مفهوم الغنيمة لا يستقيم مع شعب بهذه العراقة وبهذا القدم وبهذا الفهم وبهذه الديمقراطية الخاصة به هو أيضا. تعاملوا معه بمفهوم أنه يعني سنبقى على أنفاسه إلى مدى طويل وأنه يخاف ويخشى ومنصرف إلى هموم. الحاصل بالمشهد الأمس ومن إحباط مسلسل التخطيط أن الشعب المصري غير ذلك، فأضعوا فرصة كبيرة على أنفسهم، وبالتالي عندما يتحدثون عن أن في انقلاب وأن في انقلاب على الشرعية وأنهم كانوا الشرعية، هذا مردود عليه بأنك أنت الذي انقلبت على الشرعية وأنت الذي لم تفهم هذا الشعب جيدا. لا. وسلسلة القرارات اللي هم قاموا بها تؤكد ذلك. وبالتالي خطوة الأمس أنا أقرأها باعتبارها يعني أهم يعني نقطة في مسار وخطوة في مسار الخريطة المستقبل إذا اكتمل المشهد اليوم بإذن الله سيكتمل. وأيا كانت النسبة، كان حضرتك يعني ذكرت في سياق كلامك وأتوقف عند هذه الجملة كثيرا إنه مخطط هذه المخططات أكيد في طور التنفيذ. طبعا بعضها مثل بعضها في طور التنفيذ. الدراسات اللي حضرتك يعني قمت بيها تفاصيل هذا المخطط الإرهابي، هل هو يعني ممكن نفهمه كمواطنين إنه مفهوم من ردود فعل بعض الدول التي تقف بالمرصاد الآن لمصر رافضة لما يحدث فيها وغير معنية بمشاعر هذا الشعب الذي يعبر عنها يعني في يوم زي النهاردة وأكيد صورة واصلة للعالم كله؟ تمام. شوفي، أهم هذه المسارات من قبل الدول التي تتربص من مصر الآن، خلينا نقول باختصار شديد، كان هناك مخططا لخلق ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد بالقشرة الإسلامية بعد ثورة. اسمح لي يا دكتور رفعت قبل ما نتكلم يعني في تفصيليا في هذه النقطة لأنها مهمة، احنا أيضا معنيين بمتابعة الصورة حية. رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قام بجولة في بعض اللجان في مصر الجديدة وكان ليه تصريحات بعد هذه الجولة نتابعها. طبعا هذه مشاهدين لقطات لجولة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في بعض لجان مصر الجديدة، طبعا يبدو فيها رئيس الوزراء يطمئن على سير العمل داخل اللجان من خلال المشرفين المتواجدين داخل اللجان وعملية التصويت والاطمئنان على الإجراءات فيها. طبعا في حالة من الترحاب برئيس الوزراء واضحة من الشاشة. أيضا كان بعد تفقد رئيس الوزراء لهذه اللجان كان في لي تصريحات بخصوص سير اليوم وتعقيب منه على وقع اليوم بالأمس والنهاردة. هذه مشاهدينا لقطات يعني معتادة بقينا نشوفها من قبل كبار السن اللي حريصين على التواجد قبل الشباب في الطوابير والاطمئنان على ان صوتهم سيصل الى الصندوق، صوتهم ومشاركتهم بفاعلية في الاستفتاء على دستور مصر الجديد ولخطوات خريطة المستقبل اللي بتتحقق الآن قدامنا، بتتحدى براثن الإرهاب، بتتحدى التهديدات. السيدات موجودين جنبا إلى جنب مع الرجال زي ما هو ملاحظ في معظم اللجان اللي بنتابعها في محافظات كتيرة، مش بس في القاهرة لكن في محافظات مصر المختلفة. طبعا نسب الإقبال بتتفاوت ما بين لجنة وأخرى، ما زال اليوم في بدايته انتظارا لغلق لجان في 9 مساء من مساء اليوم. هذه تصريحات رئيس الوزراء.
مشاهدينا طبعا يعني نتعرف على الصورة حية أيضا من خلال مراسلنا المتواجدين في اللجان المختلفة في محافظات مصر. نذهب إلى بورسعيد وحسام الدين عاطف. حسام، الصورة لديك ونسب الإقبال. تحياتي لك إيمان وتحياتي لمشاهدي قناة النيل الأخبار، وحييكم من مدينة بورسعيد مرة أخرى. يعني كنت تنقلي صورة رئيس الوزراء وهو يمر على اللجان الآن، فهذا يعني جزء كبير من متابعة سير العملية الانتخابية، والهيئات القضائية أيضا هي المشرفة على عمليات الانتخاب. فمنذ قليل شرفنا بالحضور سيادة المستشار أحمد طلبة رئيس محاكم بورسعيد، وهو رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في محافظة بورسعيد، يمر على اللجان الآن ويرى سير عملية الانتخاب. واسمحوا لي ان ألقي معه يعني اخذ كلمة منه. سيادة المستشار، مرحبا بك يعني على قناة النيل. اهلا وسهلا بقناة النيل. حضرتك من متابعتك لسير عملية الانتخاب، كيف تسير عملية الانتخاب في بورسعيد؟ الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، عملية الانتخاب بتسير في بورسعيد بكل يسر وسهولة ودون اي مشاكل، واحنا بنمر انا والسادة الزملاء بتذليل اي عقبه قد تحدث في اي لجنه فرعيه على نطاق المحافظه كلها، في نطاق المحافظه كلها. تمام. طيب حضرتك يعني من مجال مرورك، واحنا مر يوم كامل على بدايه الاستفتاء امس، هل رصدتم اي اختراقات؟ هل رصدتم اي اعمال سلبيه داخل اللجان؟ وكيف تعاملتم معها برجالكم من رجال القضاء المشرفين على الانتخاب؟ الحمد لله رب العالمين، ما فيش اي اعمال يعني تستدعي لا 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 تشكل اختراق او اعمال سلبيه، كلها مساله تنظيميه، ودي نتيجه تدافع اهالي بورسعيد واصطفافهم امام اللجان، وانا بحيي فيهم وطنيتهم وبوجه الشكر للساده رجال القوات المسلحه الابطال ورجال الشرطه البواسل، وبرعايه كامله وتعاون كامل منهم ومع السيد اللواء سماح عنديل المحافظ الإقليم. الحياة تعاونهم ومساعدتهم وحرصهم على سير العملية الانتخابية في أمان ويسر واطمئنان، حتى يتمكن المواطن البورسعيدي من الإدلاء بصوته في عملية الاستفتاء. بوجه لهم الشكر. يعني حضرتك هو عمليات التأمين بالتعاون معاكم من قوات الجيش والشرطة والمحافظة، كيف تسير الأمور ومن رؤية حضرتك على واقع الأرض؟ هي أمور كلها مرضية الحمد لله رب العالمين، والناس بيشتغلوا بإخلاص في كل مجال، في كل مجالاتهم بيشتغلوا بإخلاص الحمد لله، أمور كويسة الحمد لله وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش عندنا اختراقات أمنية في حاجة، والناس صحيين واعيين ويقظين ومنتبهين، وده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يحفظهم لمصر. طيب دايما كانت مدينه بورسعيد او محافظه بورسعيد من كبار المحافظات المشاركه في الاستفتاءات السابقه والانتخابات، وكانت النسب بتعدي 70% تقريبا، واحنا شفنا نسبه اول يوم كانت عدت ال 40% على مستوى المحافظه. راي حضرتك في ده وتوقعك لنهايه اليوم النهارده؟ ان شاء الله بامر الله انا متوقع النسبه هتزيد عن كده ان شاء الله، لان انا شايف من خلال مروري على اللجان ان الشعب البورسعيدي شعب واعي ومتفتح، بالاضافة انه شعب مناضل وحريص على استعمال حقه في مباشرة حقوقه السياسية وفقا لما نظمه القانون. طيب في النهاية يعني حضرتك الامور التنظيمية لم تتغير، هتغلق الساعة 9 وسيتم الفرز في اللجان الداخلية. الفرز يتم في كل لجنة فرعية، ثم ينتقل رئيس اللجنة ومعه محضر الفرز وما أسفرت عنه اللجنة بالنسبة للأصوات، الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، إلى اللجنة العامة، وتتلقى اللجنة العامة النتيجة ثم تجمعها وتبلغ بها اللجنة العليا.